اليوم نحتفي بجامعة قاسيون الخاصة بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الإدارة والاقتصاد واللغة الإنجليزية. هؤلاء الطلبة كانوا ثمرة تعب وجهد خلال سنوات أربعة رغم الظروف الصعبة سنوات الحرب، إلا أنهم أبوا إلا أن يكملوا مسيرة العلم. هؤلاء الآن أصبحوا وانخرطوا في مسيرة العمل الوطني ليكونوا أيضا جزء من مسيرة إعادة الأعمار التي ستشهدها سوريا في المرحلة القادمة في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد. أهنئ الطلبة الخريجين وهنئ طلبة سوريا على كل ما عملوا من أجل تعزيز صمود هذا الوطن، وأيضا أهنئ الأهالي الذين كانوا هم اللبنة الأساسية في دمع هذا العمل الوطني وهذا العمل الأكاديمي. جامعتنا سهلتنا كثير أمور، كانت الكوادر التدريسية ممتازة، المناهج حتى ممتازة، يعني نشكر رئيس الجامعة، رئيس مجلس الأمناء دكتور وائل حلقي. كل الشكر للكادر التدريسي تبعوتنا ولدكاترتنا وللعميد أكيد، يعني ما بيتوصف الجهد اللي يعطونا إياه والتعب والسهر اللي ساعدونا فيه، يعني بدونهم ما كنا وصلنا لهون أكيد.